السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا اليوم وصفة للقضاء على كل أنواع الأذى من جن، إذا كان عين أو سحر أو مس، لوحدها أو مع بعضها، أو الإنسان ما يعرف إيش نوع الأذى اللي فيه. هذه الوصفة سوف يساعده كثيرا، أولا بإذن الله الشفاء، ثانيا معرفة نوع الأذى أيضا، لأنه يظهر عليه بعض الأعراض بعد أن يستعمل هذه الوصفة. الوصفة هي تأخذ حفنة بقد إيدك ملح، حفنة ملح، تأتي بقارورة ماء بالمستوى هذه، تضع فيه حفنة الملح. وضعنا حفنة الملح في القارورة، هذا ملح بحري، ملح، انتبه، ملح بحري، انتهينا من الملح البحري. نأخذ أيضا حفنة من الشب. الشب هذا طبعا هو يأتي على شكل حجر، لكنه يطحن، مطحون، العطارة تقول له الشب يعرف نوعه. تأخذ حفنة أيضا، تأخذ حفنة من هذا الشب أيضا، تضعه في الخليط، حفنة من الشب، انتهينا من الشب. بقي عندنا الخل، الخل، خل التفاح الأصلي، تمام، لابد أن يكون أصلي. نأخذ الخل هذا، خل، نصف كأس شاي من الخل، نصف كأس شاي نضيف إلى ماذا؟ طبعا رائحته رائحة خل زكية، انتهينا من الوصفة. إذن حفنة ملح بحري مع حفنة شب مطحون وربع كأس من الخل. هذه الوصفة يؤذي الجن جدا جدا جدا، سواء كان الجن جاء بسبب عين أو مس أو سحر. هذه الوصفة الآن حركها بحيث يموع ويختلط ببعض، تمام. ثم تقرأ عليه آيات الرقية الشرعية. إذا كنت تعرف نوع المرض، إذا كنت تعرف أنك مصاب بعين، تقرأ آيات العين أو رقية العين. إذا كنت تعرف أنك مصاب بمس، رقية المس أو رقية السحر. تقرأ، كل ما تقرأ آية أو كل ما تقرأ سورة تنفذ 3 مرات من غير تحديد، ممكن 3 أو أكثر تنفذ يعني. والأفضل أن تبدأ بالفاتحة ثم آية الكرسي ثم الآية 100، طبعا اللي يعانون من السحر الآية 102، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. تقرأ عليه، تقرأ المعوذتين أيضا، ولا بأس أن تقرأ آيات الشفاء، كل آية شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وتكررها. وتقرأ بالنسبة للمسحور آيات السحر، آيات السحر اللي وردت، اللي موجود عندنا لو تراجعون في الفيديوهات، موجود في سورة الأعراف ويونس وطه، من ضمنها ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، وتكرر هذه الآية، وجاءوا بسحر عظيم، تكرر هذه الآية. فإذا هذا أصبح جاهز. ماذا تفعل بهذه الوصفة؟ هذا تضعه في ما يكفي للاختسال به، تضع هذه الوصفة مع القراءة بعد ما قرأت عليه، تضيف إلى طشت كبير يكفي أنك تغتسل فيه. المرأة لا تضع الخليط هذا على شعرها، لأنها قد يؤذي الشعر، المقصود به الجسم، تمام، تتروش به، تبقى مدة
أربع خمس ساعات على هذا الترويش، ولا بأس بعد ذلك أن تتروش ترويشة عادية. هذه الوصفة أذية مؤذية للجن، فأردت أن أبينه. بارك الله فيكم، أمل أن يكون عجبكم الفيديو، وإذا كان عجبكم وأمل وأرجو أن يكون قد عجبكم اكبسوا الإعجاب. بارك الله فيكم، اشتركوا في القناة إذا ما كنتم مشتركين، وفعلوا الجرس حتى يأتيكم كل جديد، حتى ألقاكم في وصفة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.